مرحبا بكم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، معنا حالة اليوم ديال عادل من شلالات بالمحمدية. كان عنده مرض المناعة، ودابا حاليا كيعاني من انتفاخ من بعد ما كان كيستعمل الأدوية ديال المناعة مدة من الزمن. عادل المرض ديالو ملازمو مدة طويلة، فعمره الآن 20 سنة ومازال المرض ملازمه. مصاريف الدواء، مصاريف ديال التنقل، مصاريف ديال الاستشفاء، شي حاجه اللي هي بالنسبه للعائله ديالو، بالنسبه للاسره ديالو تعد خياليه. نتمنوا انكم تساعدوا هذا السيد، هذا تساعدوا هذا الولد، تساعدوا هذا الشاب على انه يلتحق بركب الشباب توا ويكون حياته. حتى اللي ما قدرش ماديا يساعدنا ولو بالبارتاج، بارطاجيو الفيديو، خليوا الفيديو وصل لواحد العدد كبير، ربما يوصل لشي محسن من المحسنين اللي يقدر فعلا انه يقرا حسنة في عادل. تحية لكم مسمع الوليدة. السلام عليكم للا، مرحبا بك معنا، وتفضلي كلمة لك. سلام سيدي. عادل ولدي كان من الصغر ديالو كيعاني من مرض المناعة، كان كيداوي على المناعة وكنتبع واحد الدواء. في 2022 في هذا رمضان اللي فات مرض، نفخات لي كرشو وبقى كيضعف، ديته للطبيب قال لي ديري التلفازه. ملي داروا التلفازه كتب لي ورقه، ديته لميريزكو نعس فيا، ديته لميريزكو نعس. ملي شخصوا المرض ديالو نعس 4 شهور هو ناعس، الله يجيك. ملي شخصوا المرض ديالو قال لك عنده جلطه في الكبده، العروقه ديال الكبده تمشاولي، القلب ديالو دابا كيضرو وديما كيمشي يحيد الماء. من سيمانه لسيمانه كيحيد 3 لتر حتى 6 لتر ديال الماء، كل سيمانه كيمشي يحيد الماء. حالته حاله ما كينعس، ما كياكل، ما كيشرب. اللي كنطلب من المحسنين يتعاونوا مع الدري هذا، عنده عمليه، خاصه عمليه، العمليه غاليه والتحاليل تاهما غاليين، ديما عنده التحاليل، ديما خاصو التحاليل باش كيخرجوا ليه الدواء ويزيدوا ليه الدواء. العمليه غاليه، انا ما فطاقتيش، انا خدامه على قد الحال بوحدي، يدي بوحدها. اللي كنطلب الناس يتعاونوا معنا ويتعاونوا مع الدري ويشوفوا من حالو. هادشي اللي كنطلب من المحسنين. انا راه كنعاني معاه بزاف، راه ما كينعس، ما كيشوفو، ما كياكل، ما كيشرب، حالته حاله، ديما كيعاني بالعضومه ديالو، ما كيقدرش يقعد. اللي كنطلب من الناس يتعاونوا معاه، فهاد العمليه راه غاليه والتحاليل غاليين، وانا تقهرت يدي بوحدي، تقهرت بزاف. كنطلب الناس يشوفوا فيا بعين الرحمه وتعاونوا معايا. هادشي اللي كنطلب، حتى اللي ما قدرش يتعاون معايا بالدعاء. هادشي اللي كنطلب. تحكي لنا المعاناه اليوميه ديالك، كيفاش كديري حتى كدير الابن ديالك حتى للسبيطار كيحيد داك الماء؟ وحنا عارفين يعني الوضعيه ديالكم يعني وضعيه شويه صعيبه، ومع حنا كنعرفوا المرض والفقر ما كيتلاقاوش. دابا الدري هذا ما يقدرش يفوت سيمانه، ما يقدرش يفوت سيمانه ما يمشيش يحيد الماء، بحال اللي كيعمر ما كيقدرش يبقى ياكل. كندوه لميريزكو وكنبقاو واقفين وكنتسناو، حتى كيديروا لي التحاليل يا الطونسيو يديروا لي عاد باش كيحيدوا لي هذاك الماء. وكيخصو واحد الدواء باش يحيدوا ليه الماء بزاف، كيخصو واحد الدواء غالي يدوزو على حسب باش ما تاثرش ليه الكلاوي. هذاك الدواء انا ما كنقدرش نشريه. شحال داير هذاك الدواء؟ داير 22,000 ريال. خصو يدوز ضروري هذاك الدواء باش الكلاوي ما يتاثروش ليه. وعندو الدواء كيشري، ديما كنشري ليه الدواء ديال الطونسيون ديال القلب. الا ما شريتوش ليه تيبغى يتوقف ليه القلب ديالو. اليوم ضال كيتنخصص، يلاه ولا شويه. دابا كي دايره الحاله المعيشيه ديالك انت؟ انا خدامه مالوبريه، انا اللي خدامه على الاولاد، ما عنديش الراجل، راجل تفرقت معاه، هو كيصرف ما والو. يعني شي هز الهم ديالك وديال ديال الدار وديال مني السبيطار، مني المعيشه، مني الترونسبورت ديال الخدمه، مني كلشي، مني كلشي، مني الدواء، مني التحاليل، مني كلشي. وانا وصلت واحد الوقت عييت صافي، ما تليتش بديت. كنطلب من الناس يتعاونوا معايا. التحاليل غاليه، دابا راه عندو 20,000 ريال ديال التحاليل اللي غنجيبها لي. عندي الرانديفو ما مشيناش ليه على قبل التحاليل، ما قديتش نديرهم. عندو الرانديفو، فت ليه الرانديفو
خاص ديري لها التحاليل، ديما التحاليل باش كيزيدوه في لا دوز ديال الدواء باش يحيد لي هذا الماء. وعاد خاصو العمليه ديال هذوك العروقه، هذوك العروقه باش يتسرحوا خاصهم عمليه، عمليه غاليه. وديك العمليه ما كدارش هنا، كدار في فرنسا، وانا ما في طاقتيش، ما في طاقتيش. ولا خاصو الزراعه، الزراعه حتى هي غاليه، خاص تحاليل، وانا ما في طاقتيش. تحاليل غالي، كاين اللي واصله 90، كاين اللي واصله 160، انا ما نقدرش عليها، ما قديتش انا على قد الحال، على قد الحال. حتى انا عم نوفريه، وعندي جوج ولاد اخرين كيقراو، انا مني كلشي. رسالتك الناس المسؤولين على الصحة، شنو تبغي تقول لهم؟ بغينا نقول لهم شوفوا في هاد الناس اللي كيكونوا مرابين بحال هكا، بحال ولدي انايا، عندهم مرض شوية صعيب وتكاليف غالية، نقول تعاونوا مع هاد المواطنين هكايا بحال هكا، بحال ولدي انايا، تعاونوا معاه وتسهلوا معاه في هاد التحاليل، التحاليل غاليين والعملية حتى هي غالية. شحال تقريبا العملية تقدر تكون دايرة؟ في العملية تيقولوا 30 مليون. كيقول 30 مليون قالك ديال العروقة، هاديك غالية وقالك مكدرش هنا، جيت باش قالك يدوزو لي العروقة، حيت هادوك العروقة ديال الكبدة اللي تبوشاو ليه كيدوز الدم للقلب، دابا راه ديما عندو نقصة في القلب، ديما كيتوقف ليه القلب. باش يديرو لي هاديك العملية قالك خاصو يكدر برا، مكدرش هنا، قالو مكدرش المغرب. وهاديك ديال الكبدة خاص متبرع باش يحيدو الكبدة ويزرعو ليه الكبدة، والتحاليل وشحال هذا باش يديروا لي هذيك العمليه. انت كأم كتحسي بالمعاناه ديال الابن ديالك، رسالتك الناس المحسنين، الناس اللي في قلوبهم الرحمه، شنو تبغي تقول لهم؟ كنطلب منهم الله يسهل عليهم، والله يعطيهم صحيحتهم، يوقفوا معانا ونتعاونوا معانا باش نسخاهم الله، باش نسخاهم الله، الله يجعلها في جنتهم ان شاء الله، الله يعطيهم صحيحتهم، الله يعطيهم ما تمناو، الله يحرمهم من الصحه ديالهم العزيزه عليهم. هادشي اللي كنطلب منهم، هادشي كنطلب منهم، هيا وقفوا معايا. بنتي كأم كل نهار كتشوفي كنشوف في عادل، إيه؟ كتشوفي في المعاناة ديالو، كنشوف كينس كل نهار. شنو شنو العظومة ديالو تيبان ضلوع كيتحسبو، صدر ما بقاش عندو، صدر طلع لي فوق بالماء، إلا سيمانة تعطل يقولك ما قدرش تعطل، ما قدرش تعطل، ديما خصو يحيد الماء، ديما. وحنا متبعين لعل وعسى يحيد لي هاد الماء. التكاليف ديال الدواء، الدواء ما كيفوتش 10 ايام، 10 ايام خاصني نعاود نشري. شحال تقريبا ديال تقريبا عندي شي 6000 ريال ديال الفانيل. وقلت لك هذاك الدواء اللي كندوزو ليه ما بقيتش دوزتو ليه ديال 22 مليش بديت نشريه، وعاد هذاك التحيات ديال الماء اللي كيمشي فيه كل سيمانه. شنو كنتي الطموح ديالك في الابن ديالك قبل ما تحسي تشوف؟ نبغي يكون بخير، تا هو بحال الدراري يخرج يلعب كره، يمشي للبحر، تا هو بحال الناس، تا هو بحال الدراري يخدم على راسو. هادشي اللي كنطلب، هادشي اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى ومن الناس. الكبدة صعيبة، نطلبو تا هو يكون بحال الدراري فرحان، يعيش حياته تا هو ويتزوج ويدير ولادو. هادشي اللي كنطلب، هادشي اللي كطلب اي ام كطلبو حتى انايا. عطينا الميكرو. مشاهدينا الكرام، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، كما سمعتوا على رسالة الام. عادل محتاج بزاف ديال المصاريف، عادل الا بغى يسترجع الصحة ديالو خاصو عملية على الكبد، والكل كيعرف هاد العمليات مكلفة كتير وبزاف. هادي خاصو محسنين يضافروا الجهود ديالهم، كل واحد الله يجازيه بالأفعال والأعمال اللي يقوم بها. طبيعة الحال في ظل ضعف الإمكانيات وقلة الحيلة وقلة المسؤولية ديال الجهات ديال الصحة، الأم اضطر على أنها تطلب النجدة من المحسنين، أنقذوا عديل، وقفوا مع عديل، تعاونوا مع عديل، على وعسى ربي سبحانه وتعالى يشوف من حاله، حتى هو ياخذ فرصته في الحياة، ياخذ فرصته أنه يكسب شوية الصحة دياله.
حتى هو يعيش ما كيعيشوه الأقران ديالو. هذه الحالة من الحالات الكثيرة في المغرب اللي كتعاني في صمت. والديك يعاني في صمت وهو كيعاني في صمت. للأسف الشديد بحال هاد العمليات هادو ما كنتوفروش عليها في المغرب. كيخصنا ضروري يخرج لبرا باش يقدر يدير هاد العملية ديال الزراعة ديال الكبد. لكن في ظل أننا كنتسناو الحلول، على الأقل بعد المحسنين يعاونوا في المسألة ديال التطبيب والأدوية والتحاليل وما يستلزم ذلك. أعزائنا المشاهدين، حالة عادي قدامكم مشاهدينا الكرام، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. تمنوا على أن المعاناة ديال عادل توصل إلى القلوب الرحيمة، والسلام عليكم.